ليلو بينزلك وامن حقودي لا في النحي عن الغيبة. حسبي عليك الله يا مغتاب، الصدق يبرأ منك والآداب، يا آكل اللحم الكرام شراهة عجبا. Wa mazis takadira kenda ku mbandu yitu islamu ku hamete situ ku hamete billaradi mazis takadira abadan hash khadiri jawata nafsaka bil kalam wa naqlihi fahsibtu annaka bil kalam dhubabu ya man yashubbu ويملك أوجه ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ليلة بينزلك وامن نحكوذي لا في النحي عن الغيبة وريب أحمشو. قال الله تعالى مجيت هديلي ولا يغتب سمحمتي بعضكم بعض بعضين كبعض سمحمتنا نيني بعضين كبعض أيحبه بين دسو مجير سبحانه وتعالى نكو هدو أحدكم مويك تكينو أن يأكل ومجى لحم أقيه نما ولا لي ميتني ميتو بين دسو فكرهتموه كرها بس تسانو كرهو كمجا ولا نرينو يميتي ندسيو كرهاني كواني نمجا أندوين إسلام. سبحان الله والله العظيم. أخي الحبيب أختي الكريم إففيت الزايد إففيت حمشو إويلي عادنا تقاليد إويلي الحم إويلي كبسة إويلي زنجيل مين وحمشو جدلتين واسي شنا قريب تمان وحمشو حمشو لجواب خطيرة سو جواب سحالي شبوكيني شبوكيني مجيد سبحانه وتعالى كرك آية قرآن كهدو سورة الحجرات. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. مجير سبحانه وتعالى شوك ليل آية قرآني إن قريب أحمشو أحمشو بس جربتين من جوانك الأوجه حمدتي وأنتم إن شاء الله دولتاني. وعن جابر بكيل وأبي سعيد قال هديلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تم هديلة إياكم تحذران والغيبة نحمشو فإن الغيبة وحمشو أشد من الزنا لشديد كلك الزنا حمشو بنا زنا حمشو مذنبيني سبحان الله العظيم دولتيني شبكيني وسبب فإن الرجل هو مولي قد يزني كزنا ويتوب رمك ويتوب فيتوب الله مجيتكم سامحكم تقبل توباي لكن أجل من حمت وعنتم مجيتهم سامحي بأجل من حمشو لا يغفر له مجيتهم غفريني حتى يغفر له صاحبه حتى كمن لأجل وعيب حميتو مبان بالرادي رواه من رواه مزيس اشتخادرة كين رقم من بان رويتو إسلامه وحميته سيتوك حميته بالرادي مزيس اشتخادرة dira abadan xaqadiri bas dalateen jibeen karka waji heebko xamata xamata waantu subhanallahi alazim jibkeen karka ashadtu karka akbaru kabaair xamasho lokaci watsi hadith ya pili waqala anas وكلا أنس قال هديلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تم هديلة مررت ليلة مررت بسلي ليلة أسرى بي مسك يامين بالمشيزة على أقوام إلى قوم يقمشون ونكن يملا يملا وجوههم أسزاو بأذافيرهم كما نلياو سبحان الله من بيلي يا جبريل يا جبريلي من هؤلاء من رجاني أوى قال جبريل تمام بل هؤلاء من رؤوى الذين أوجه يختابون الناس حمت حمت وعنتو سبحان الله إن أوجه كوذو شرف يا وانتو كوذو إبيا وانتو سبحان الله شبكيني 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 أو حمشو حمشو لجواب كل لكن سيش فنزي عادة إففيت فنزي عادة كرسا سبحان الله العظيم جميني كرك أوجه أخي الحبيب أختي الكريم إني أحبكم في الله كان بلا الرور وانا كان بلاني شبكيني ناكو حمت وانتو جميني كرك أوجه ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبي عليك الله يا مغتاب،
الصدق يبرأ منك والآداب. يا آكل اللحم الكرام شراهة، عجبا أإنسان له أنياب. شوهت نفسك بالكلام ونقله، فحسبت أنك بالكلام ذباب. يا من يشب النار في كلماته، مثل الهشيم يشاب فيه ثقاب. حسبي عليك الله يا مغتاب، الصدق يبرأ منك والآداب. يا آكل اللحم الكرام شراهة، عجبا أإنسان له أنياب.